المسافة التي تفصل المغرب عن لبنان هي 5 ساعات في الطائرة، لكن هي أقرب كثيرا بين الشعبين وبين الاقتصادين وبين القيادتين. فنحن يعني نواجه التحديات ذاتها، واقتصاداتنا متشابهة، وما يلزم المغرب موجود في لبنان، وما لبنان بحاجة له فهو موجود بالمغرب. تكاملنا الاقتصادي والاستثماري والصناعي والاجتماعي قائم، ويعني تسعى السفارة بالتنسيق مع السفارة أكيد المغربية في بيروت وبرعاية وزارة الخارجية المغربية إلى تطوير وتحسين وتحديث هذه العلاقات إلى المستوى الذي تستحقه. لم تكن تحمل تأشيرة دخول إلى لبنان، والقوانين اللبنانية يجب أن تحترم في هذا الصعيد. فكما يعني حادثة وانتهت الحمد لله. أي شخص بيقدم على تأشيرة يحصل على تأشيرة بإذن الله. أهلا وسهلا فيك.